هي قطرة دم ممكن تكون هي الفصل بين الحياة والموت على الإنسان. أنا من قطرة تاع الدم ممكن أنا اللي نعاود نستفاد من القطرة هذه تاع الدم. نشكر كل القائمين على هذه المبادرة. كما راكم تعرفوا باللي في هذا الأيام تاع الجائحة كاين نقص كبير من المتبرعين، وهذا النقص هذا خلى الناس تخاف من هذا المرض هذا. وشي احنا جينا رحنا نابليكيو في كل يعني المعايير اللي راهي مستلزمه لحفاظ ان الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في المواهب والملكات. ان ابين لنفسي وللاخوه الكرام قيمه وفضل التبرع بالدم في حياة كل واحد منا. ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى الأسرة الإعلامية خاصة، وإلى كل المتبرعين الذين ساهموا بتبرعاتهم في بشيء من دمهم في لإنقاذ أرواح المرضى. المساعي الحميدة لكل الخيرين في هذا الوطن. هذه العملية التضامنية استطعنا أن نوفر هذه المادة الحيوية على مستوى مستشفياتنا. بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم والمتبرعين المصادف اليوم 25 أكتوبر من سنة 2020، نشكر كل من شارك في هذه الحملة للتبرع بالدم لمرضانا على مستوى مستشفيات ولاية خنشلة. الشكر موصول لجمعية وهبي الدم للولاية. وبهذه المناسبة أود أن أشكر السيد مدير الخدمات الجمعية على توفير كل الإمكانيات بخصوص إنجاح هذا اليوم. احنا اليوم جينا هنا باش نعاونوا الجماعة اللي قاموا بهذه العملية تاع التبرع بالدم، وجينا نعاونوهم قدموا المواطن تسمى الناس اللي يدخلوا يتبرعوا بالدم، وعندنا مساعدة هنا، وحنا ماذا بينا ديما إن شاء الله تكون العملية هذه، وحنا ديما نساعدوا.